كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. إذن عندكم نتائج اللي هي إيجابية واللي خصكم تحافظوا عليها. أنا كنت توقع أنه اللي كتكونوا كتشتغلوا وعندكم العمليات ديالكم اليومية ما يمكنش الإخوان والأخوات يكونوا متفقين على كل شيء ولا بد ما يكون نقاش ولا بد ما يكون حوار ولا بد ما يكون شوية ديال هذه أنا متفق عليها هذه ما متفقش عليها ولكن هذا الشيء خصو يبقى في الحدود ديال الخدمة ديال المواطن. ما تنساوش ما جيتوش باش شي يضي شي ولا شي يتفق مع شي، جيتو باش تحميو المواطن وتغضيو في يعني في العمل ديالو. انا برقية حاتم رئيس جامعة سيدي التازي ونائب برلماني عن دائرة القنيطرة وعضو المجلس الوطني التجمع الوطني للأحرار. احنا اليوم تنتواجدوا في المنتدى ديال المنتخبون التجمع الوطني الاحرار، هذا الخامس على المستوى الوطني. كل جهه القياده ديال الحزب بالمكتب السياسي بالوزراء ديال الحزب ديالنا تيديروا لقاءات مع المنتخبون. الهدف منا هو تشخيص المشاكل وتشخيص الامور على مستوى الجهه. النقطه الثانيه وهو شنو التنزيل ديال المشاريع على مستوى الجهه القطاعات الحكوميه باش يعرفوا المنتخب والعمل اللي تديروا الحكومه. هادشي كامل تيصب باش نقويوا المنتخب ديالنا التجمع الوطني الحرار على مستوى الجهه. لا يعني ما كاينش تاخير ولكن كاين يعني كاين واحد البرنامج اللي غاديين عليه، كاين مشاريع على مستوى الحكومه اللي شار لها قبيله السيد الرئيس مشكور وهو المستشفى الجامعي، كاين هذاك الربط ديال الماء بين حوض صبول للرباط باش تزويد بالماء الصالح للشرب، كاين مشاريع كبرى، كاين هذاك ديال بوقنادل المنطقه الصناعيه اللي غدار في بوقنادل، كاين مشاريع كبرى اللي الحمد لله بدات تتبان في الميدان، والمشاريع اللي هي مستقبلا ان شاء الله راه غادي تكون على مستوى الجهه. الرساله اللي غنوجه بانه الحكومه دخلت على واحد الوقت اللي فيه يعني كاين مشاعر على الضغط الدولي، مشاعر الضغط الداخلي، كاين مشاكل كبرى، كاين ازمه حقيقيه واقعه في العالم كامل، ورغم هذا الشيء هذا كامل بانه راه كاين تنزيل ديال المشاريع اللي بداو تيبانوا لنا في هذا، اللي غادي نقولوا للمواطن وهو يثق في هذه الحكومه في العمل اللي تدير الحكومه، واكيد مع الولايه ديالها غادي تعرف يعرفوا النور وعده مشاريع كبرى اللي غترجع بالنفع للساكنه ولا المواطن المغربي بصفه عامه. سارة بطهري نائبة رئيس جماعة مجمع طلبة إقليم خميسات. هذا اللقاء كان لقاء تواصلي حول مسار تنمية بالجماعات المحلية جماعات عبر التراب الوطني. كان المشاكل التي تخبط فيها الجماعات المحلية ومدى الإشكاليات عبر يعني مادية ومعنوية. حاولنا من خلال هذا اللقاء أننا نناقشوا الفكرة ونحاولوا ما أمكن أن نوجدوا حلول اللي تتعلق بهذا المجال هذا، وحنا كمنتخبين تنحاولوا أننا نلقاو تواصل بيننا وبين المجتمع المدني، وعن طريقنا نقدروا نوصلوا لشي حاجة اللي هي مزيان اللي غادي نقدروا ننميو بها المجال اللي حنا فيه، وخصوصا بالنسبة لنا حنا مثلا كجماعات قروية اللي تحتاج بزاف ديال يعني الدعم، سواء كان دعم معنوي او دعم مادي. احنا خاصنا نكونوا في يعني في المستوى المتطلب، تنحاولوا بكل جهد بكل هذا باش نوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا، وتنتمناو من الله انه يوفقنا وتوفيق الجميع.